مش كلام مش يعني عارف انت، هي الفكره انه الغضب بيبقى طبيعي، الغضب بيبقى منطقي. يعني انت عارف لو الكابتن ايهاب جلال ماشي بشكل كويس ونجح وفاز مباراه وعمل مباريات كبيره وبتاع، هنشيد باتحاد الكوره وقرار اتحاد الكوره بتاع عين الكابتن ايهاب، وهنشيد بالكابتن ايهاب وهنشيد باللاعبين. بس هي الخساره بتلخبط، هي الخساره بتخلي الامور فيها ازمه ازمه. والخساره كمان لما تبقى خساره مش كويسه، خساره باداء سيء، بس اللي حصل حصل. المهم نركز كويس جدا في مباراه كوريا الجنوبيه باذن الله، نلعب مباراه مشرفه، ده المطلوب فقط، مشرفه. وارد تكسب وارد تخسر طبعا، بس نلعب مباراه مشرفه. طيب النهارده فريق المصري بالسلوم عمل مباراه محترمه جدا قدام النادي الاهلي، حقيقي مباراه محترمه جدا قدام النادي الاهلي، تحديدا في الشوط الاول عملوا مباراه كانوا فيها ند الى حد كبير مع النادي الاهلي. ممكن الشوط الثاني مع خبرات لاعبي النادي الاهلي، مع اللياقه البدنيه لاعبي النادي الاهلي، يعني عرفوا يسجلوا هدف، هدف الفوز لاحمد عبد القادر. بس تحيه كبيره لفريق المصري بالسلوم، عمل مباراه كبيره قدام النادي الاهلي، وتحيه اكبر لمديرهم الفني المحترم جدا كابتن احمد عبد الرؤوف. كابتن احمد صباح الخير، مشرف ومنور، وهارد لك النهارده النتيجه، ولكن مبروك وتهنئه للاداء النهارده، كان اداء مشرف جدا. ربنا يخليك كريم وبشكرك على كلامك، ربنا يخليك. لا النهارده حقيقي الاداء واضح ان انت مجهز الفرقه بشكل كويس، واضح ان الفرقه كانت فاهمه بشكل كويس، لدرجه ان انا وانا بفرج على المباراه قلت ايه ده، دي الفرقه بتضغط ضغط عالي على النادي الاهلي، ده واضح انه في ثقه عند اللاعبين وفي ثقه في الجهاز الفني او من الجهاز الفني في مباراه كبيره قدام النادي الاهلي. يعني الحمد لله الشوط الاولين زي ما انت قلت اشتغلنا بشكل كويس جدا جدا، والله انا شايف مجمل المباراه اشتغلنا بشكل كويس. صحيح. قربنا الخطوط الشوط الاولاني بشكل كبير جدا، كنا بنشتغل على مستوى الدفاعي بطريقه 4-1-4-1، على اساس ان احنا نضيق المساحات دايما، نحرم النادي الاهلي من فكره الباص العميق، ودايما نخليه ما بيبقاش قدامه حل غير الكره الطويله اللي بتعمل احلى الفرودين. النادي الاهلي كان بادئ المباراه بطريقه 4-4-2 او 4-2-4، بيشتغل باثنين فروت صريح، حسام حسن ومحمد شريف شغل على السباكين بتوعنا. فدايما ودايما انت عارف النادي الاهلي لما بيجي يبني بيبني دايما بديفندرين موجودين 2-6، وبيدخل 2-10 لقلب الملعب، وفي اثنين دايما يعتبروا فراوده وبيطير الباكين بتوعهم. فاحنا كان مهم جدا جدا ان احنا نقفل قلب الملعب، وده اللي نجحنا فيه، اشتغلنا في الطرفين بشكل كويس، وقلنا ان احنا بين الشوطين النادي الاهلي هيلعب على العرضيات، بحيث ان احنا لازم يبقى التمركزات بتاعتنا جوه ال 18 في المان تو مان لازم تبقى قويه، وده عمل نابت الجول جه من لمسه من اشرف انور، راحت لاحمد عبد القادر وهو فاضي قدر يحطها جول، وفكينا شويه بعد الجول غيرنا طريقتنا من 4-3-3 ل 4-2-3-1، بحيث ان احنا نص الملعب بدا يتاخد منها شويه، دخلنا كاظم في نص الملعب والوينج رايت، وموسى دخلنا كمان 8 بعد كده، واشتغلنا بعلي الجنايني واسلام سمير وينجين، واشتغلنا بدلنا عمرو ناصر، بحيث ان احنا كنا عايزين نطول المباراه شويه مع النادي الاهلي في موضوع 0-0، وكنا نشتغل بشكل افضل بعد 25 دقيقه. ولكن دايما انت عارف الجول بيدي ثقه اكبر، انت عارف فريق كبير، احنا فريق يعني ممكن يكون صغير اسما، ولكن عندنا كواليتي لعيبه محترم دايما اشتغلت معايا كتير جدا جدا جدا، قدرنا نخرج من مركز ما بين الدورين في على مستوى الدرجه بتاعتنا، يعني وصلنا لمرحله كويسه، قدمنا كوره كويسه جدا على مستوى الدوري بتاعنا. بشكر الاداره الحقيقه اللي عندها ثقه فيا، انا كريم بقالي 6 شهور بس بشتغل رجل اول، فبشتغل على نفسي بشكل كبير بحيث ان انا اقدر اكون جدير بالمكانه اللي انا كنت فيها. فبشكر الناس بشكل كبير جدا، وبشكر الجهاز بتاعي تعب معايا كتير جدا، عمرو صبري وحسام اسامه اللي اشتغلت معايا، حمد ايمن الطويل، مستر وائل مدير الكوره، فالناس دي تعبت معايا كتير جدا جدا جدا، ربنا يسهل يعني في اللي جاي ان شاء الله. كابتن احمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق المصري بالسلوم، انا بشكرك شكرا جزيلا. واحمد عبد الرؤوف من الاسماء اللي خليكم فاكرين، وهقول لكم اهو من دلوقتي، هي من الاسماء الكبيره جدا في التدريب في الكره المصريه، كل زمايله كل الناس اللي اشتغلوا معايا كلاعبين بيتكلموا على مدرب كبير وعنده فكر فني كبير.